ناقوس خطر لكلوب. تفتكر ليفربول محتاج صفقات تانية؟ اتعرض أليكسيس ماك أليستر صفقة ليفربول الجديدة لإصابة خلال المواجهة الودية أمام بايرن ميونخ. كان واضح على يورجن كلوب مدرب ليفربول التوتر بعد سقوط ماك أليستر على الأرض، وسأل روبرتسون في الملعب إيه المشكلة علشان يوضح له أن ركبة أليستر اصطدمت بركبة لاعب بايرن كونراد لايمر. كلوب لأنه تلاسع من إصابات كتيرة الموسم اللي فات قرر أن ينفخ في الزبادي ويخرج أليستر كإجراء احترازي، وصرح بعد الماتش أن الاصطدام كان مؤلم لركبة ماك أليستر ولكنه سليم. لعبة ليفربول الموسم اللي فات اتعرضت لإصابات كتيرة أثرت على الفريق، ورغم أن كلوب الصيف ده دعم وسط الفريق بماك أليستر من برايتون ودومينيك سوبسلاي من لايبزيج، إلى أنه استغنى عن هندرسون وميلنر وفابينو وكايتا وتشامبرلين، وكمان ابتعاد تياجو الكانتارا لكثرة إصاباته. علشان كده قلق كلوب كان زايد. تفتكر ليفربول محتاج صفقات تانية لدعم قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد؟